هديتي حيلي الله يهد حيلك، يخرب بيت سدك مات عليك. شايف العالم قدامك دود دود؟ لازم تمعسيه. على كل هم انا جبت لك معي اكل وشرب وراح طعميك وشربك بايدي. شوفي يا بنت الناس، انا مضطر اني من منديل عند امك، هم من شان تاكلي وهم لان اشتقت لصوتك، بس ابدا ما بنصح تصرخي لانه لسانك بطالك اياه. هذا غير انه قد ما صرختي ما حدا راح يسمعك، يعني رح ينبح صوتك على الفاضي. شو قلتي؟ قيمي المنديل بدون ما اصرخي؟ إذا صرخت يا حمار إلا ما يسمع صوت حدا. يعني معقول خليها تموت من الجوع؟ شو صار له هاد؟ جن؟ شو هاد اللي رشيته على وشي؟ مخدر ما؟ حبيتي ريحته؟ وين انا؟ انت بمكان مهجور بعيد عن الخلق. شو بدك مني؟ شو بدي منك يا نوال؟ هذا سؤال يا انس نوال. وليه شو بدي منك؟ وليه شو لي عليك دين؟ ولا نسيتي اهاناتك الي؟ احتقارك؟ أرفك مني؟ انت هون لكسر منافسك لحتى خليكي انت الدودة مو انا، بس بعد ما اخذ لك انت رح تعطيه لتامر. فشلت انا هلا صرت احقا منه فيكي، انت جرتي علي كتير والظالم لازم يدفع ثمن ظلمه. حزام انت هيك عم بتلف حبل المشتقة على رقبتك. ما قلت اللي لفيتيه حول رقبتي من زمان؟ لك انا على طول كنت مخنوق ومالك حاسه فيي. لا كنتي حاسه بس عم تستمتعي باذلالي. نبيل بيعرف انك جبتني لهون؟ معقول خليه يعرف؟ انا جبتك لهون بعد ما اخذ اجازه. مالش روح الحمام؟ ليش انت كنت تسمحي له لتامر يروح على الحمام لما ربطنا لك اياه؟ عملتي له انحصار بولي للمسكين ويمكن عملها تحته كذا مرة، بس أنا أحسن منك ومن اللي خلفوكي، عشان هيك راح أسمح لك تروحي على الحمام بس لا تأتي بأي حركة، مفهوم؟ ولا صوت ولا نص صوت. الشي اللي عم تعمله رح يدمرك يا عزة. ما انت دمرتيني وخلصتي، ما عاد في شيء ينبكى عليه. انت ما كنت شايفه حدا قدامك غير حالك. انا بشر، بشر من لحم ودم ومشاعر. مشاعرك كان لازم تتوجه لغيري طالما عرفت انه انا بحبه لتامر. قصدك طالما عرفت انك بتحتقريني. طيب بدك يعني اعتذر لك لاني استهترت بمشاعرك؟ تعتذري؟ وهلا؟ طبعا وانت بهالموقف رح تعتذري وتبوسي سرمايتي كمان، واعتذارك ما حيكون له اي معنى. بتعرفي ليش؟ لانه حيصير غصب عنك. رح خليكي تندمي على كل شيء عملتي فيه. انا ما عملت فيك شيء، انت اللي عملت بحالك. كلي بدي اروح على الدوام، بدي روح شوف شو صار بأبوك وأمك. إن شاء الله حبيب القلب تامر يكون دري إنك اختفيتي من الوجود. الظاهر أنت جنيت بدون ما تدري يا عزة. شو بدك فيني يا عال؟
كمان انا وقت ما تركتك ما حطيت لقمه بتمي، هلا بناكل سوا. واذا بدك تدخلي يا حمام لا تغسلي تكرم عينك. بس تعدي ادبيه. شو تعدي ادبيه؟ هيك بحطك على راسي. شو رايك انك جوزت حالك هلا؟ لك انا بعرف بالصرخ مع انه ما في فايده منه. قلت لك المنطقه مقطوعه ما فيها لا هاجوج ولا ماجوج. تفضلي استحي قد ما بدك. بتعطيني موبايلي بدي احكي مع ماما. ايه ليه؟ موبايلك يا بسيطة عيني صار مع ابوكي. طيب خليني احكي من موبايلك، ما بفتحت منك كلمه. ها مشان اول حرف تنطقي فيها يا عزام وين بدي اقعد خواليك. عموما انا اخذت اجازه كان يوم مشان اقعد معك ونتفاهم. كنت مخبي لك حبي كفي حلق الله كله. لو ما عطيتيني ريق حلو املتيني كنت سلمت بالامر الواقع ونسيتك. بس انت قلتي لي حنروح سوا ونجي سوا. مين اللي بيروحوا سوا وبيجوا سوا غير اللي بيحبوا بعضهم؟ كذبت علي لحتى تحققي مقاربك، وبعدين كشرتي عن نيابك. بس انا بحياتي ما قلت لك اني بحبك او معجبه فيك. كلامك كان يقلي، وعودك كانت تقلي. وبعد ما رجعتي لحبيب القلب بلشتي تزليني وتهينيني كاني حشره دوده، مع اني لاني حشره ولاني دوده. وهذا اللي جابك لهون، وهذا اللي بدي حاسبك عليه. وبتعرفي اول الحساب شو؟ اني اخذك غصب عنك، لانك هلا صرتي ملكي. لا يا عزام انت مالك هيك. لكن انا شو؟ بني ادم بلا كرامه بلا احساس مال رجال. ولك على رجال بتعطيني صباح خير سيادة اللواء. أهلين تامر. أنا آسف جيت لعندك على المكتب بدون ما أتصل فيك، بس صدقني امبارح بالليل ما نمت. باين من عيونك، وأنا كمان ما نمت. ما عرفتوا عنا شيء؟ ولا خبر؟ أبداً. أبداً. لا حس ولا خبر. تامر امبارح لما اجت لعندك على المحل كانت طبيعيه؟ يعني ما حسيت انه هي خايفه مرعوبه من شيء؟ بالعكس كانت بمنتهى السعاده. كان عزام عم يستناها بالسياره وطلعت معه هي عم تضحك وراحوا على السوق. غريب كمان انه اما قالت لي انه لما طلعت كانت عم تضحك ما في شيء. بركي كانت مزعوجه من شيء وانتم ما انتبهتوا. لا 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 أنا سألت كل البيت، ما في حدا زعل أبداً، لا لا. شو تقديراتك سيادة اللواء؟ شوف طالما نحن سألنا المستشفيات، سألنا المخافر، ما في أي حس ولا في أي خبر. معناتها ما في غير حل واحد. إنه نوال تكون خطفت. خطفت؟ خطفت، واللي خاطفينها يا إما بدهم مصاري، يا إما بدهم ياني أنا نفذ لهم شيء او امنع تنفيذ شيء. بالوقت الحاضر ما عم نقدر نعمل شيء غير انه ننتظر خبر عنها او مكالمه تلفونيه. معقول؟ معقول يا تامر كل هالنفوذ اللي عندي وكل هالرجال ما قادر اعمل شيء؟ سياده اللواء بلكي حدا من اعدائك هو اللي خاطفها. اعدائي ولا اعدائها شو بعرفني فيهم؟ يمكن يعني إذا حصرت أعدائك ممكن تعرف مين هني. يا تامر الأعداء أشكال وألوان، في أعداء مرئيين وفي أعداء مو مرئيين، شو بيعرفي مين هني؟ شو بك تامر؟ بشو عم تفكر؟ بصراحة أنا شاكك بخطيبة السابق عابد. عابد ممكن يخطفها؟ ليش لا؟ لأنه